السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم جبت لكم فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. درت واحد الجولة في ساكا، قربتكم من هكا الهميزات الزوينين. دائما ساكا كتألق بالجديد، والجديد دائما معنات لخطيرين وراقين وبأثمنة اللي جد مناسبة. درت جولة شاملة لهذا الطبق السفلي، لأن على ما أعتقد عندهم إصلاحات في الطبق العلوي. مهم أنا قربتكم من المعينات كاملين اللي كاينين هنايا. صراحة شي حاجة اللي واو، شي حاجة اللي زوينة، غادي تعجبكم متأكدة. وراه الفيديو غنقسمه إلى جزئين، الجزء الأول هو هذا والجزء الثاني ترقبوه إن شاء الله قريبا، حتى هو غنكملو توا في المونتاج ونحطو لكم باش تشوفوا الجولة كاملة إن شاء الله بحول الله. وشوفوا لي هاد الكؤوس الرائعة الرائعة اللي عجباتني بزاف، وعندها عدة استعمالات. ممكن أنكم تحطوا فيها فاكية أو لا شي دسير أو لا بزاف ما يتحط فيهم، والثمن ديالهم 25 درهم. أما هادو اللي تيجيو طوال في حلاكة فالثمن ديالهم 29 درهم. صراحة هادو راه غزالين غزالين، و ممكن انا هكا كما قلت لكم ديروا فيهم بزاف ديال الحوايج. كاينين هاد لي كغاف هادو اللي الشكل ديالهم زوين، الثمن ديالهم 65 درهم، وكاينين هادو اللي بالغطا ديالهم والثمن ديالهم 79 درهم، وكاين هذا اللي عادي حتى هو الشكل ديالو زوين، عنده الغطا حتى هو والثمن ديالو 35 درهم. كاينين هاد لي بونبونيير اللي القاع ديالهم فيهم الوان مختلفه، صراحه تو زوينين، تيبقاو راقين هكا في الطبله، وعندهم حتى هما بزاف ديال الاستعمالات. راهم معروفين والثمن ديالهم 15 درهم. اللي تيقلب على هاد لي دوبل باغوار في ساكا جايبه اشكال مختلفه ومتعدده فيهم وباحجام متنوعه، وصراحه تيكون فيهم هكا الشربه كتكون فيهم زوينه. حتى الشكل ديالهم المنظر ديالهم تيكون رائع، فيهم الصغير فيهم المتوسط فيهم الكبير، وكاين حتى هكا بريق غادي نوريه لكم واحد شويه. تهو دوبل باغوار، صراحه الشكل ديالهم والمنظر ديالهم رائع بحال هذا، بحال هكا القهوه راه تيعطي واحد لفي زوين زوين بزاف. وكاينين هاد الكؤوس هادو ديال الشاي اللي بالطبيصلات ديالهم، اللي صراحه المنظر ديالهم رائع وشيك. هكا في شي في شي بلاطو او لا صينيه ديال اتاي غيجيو المنظر ديالهم زوين، الثمن ديالهم 89 درهم. وكاينين هاد الكيسان اللي معروفين عند ساكا اللي بالبلاطو ديالهم، راه دائما كنوريهم لكم. ايضا ساكا دايره واحد التخفيض في الكؤوس بالنسبه لهادو اللي في الدوغي ولارجونتي، الثمن ديالهم 60 درهم. اما بالنسبه لي بلاطو فعندهم واحد التشكيله كبيره، وعندهم حتى لي شاريو بحال هكا تراديسيونيل، الثمن ديالو 420 درهم. وكاينين واحد التشكيله كبيره في لي بلاطو، ودايرين فيهم حتى هما اثمنه اللي مناسبه. وكاين بحال هاد التبصيل هذا اللي زوين صراحه، الثمن ديالو 135 درهم. كاين هاد الصينيه هذه اللي زوينه حتى هي، الثمن ديالها 230 درهم. كاينين لي بلاطو فحال هادو تيمشيو اونصومبل ثلاثة، صراحة زوينين هادو ديال البامبو. هذا صراحة ما لقيتش الثمن ديالو. وكاينين هادو اللي زوينين حتى هما حمقوني بالخشب وفيهم هذيك الزجاجة من الداخل، وكاينين عندهم واحد التشكيله كبيره من لي بلاطو. كاين هاد الغونجمون هذا اللي ممكن ديري فيه هكا لي ساشي ديال التيزان والقهوه والسكر، الثمن ديالو 189 درهم. كيف ما قلت لكم راه كاينين الصواني والطبيلات اللي غزالين. اللي حمقني اكثر هما هاد البرقان او هاد البرارد هادو ديال اتاي، اللي صراحه الشكل ديالهم والمنظر ديالهم رائع، وفيهم من الصغير حتى الكبير هكا الناس اللي كتبغي الاحجام بثلاثه. وحتى لا ماتيغ باش مخدوم صراحه راه لا ماركطاتش، راه تكون الجوده ديالها زوينه في الاواني.
فيهم هذاك الدوغي وفيهم هاد الارجنتي، هذا راه تيبان بحال الارجنتي ولكن هو راه ارجنتي مايل الكحل صراحة. حتى الجودة ديالهم زوينة والشكل ديالهم راقي راقي بزاف، وفيهم من الكبير كيف ما قلت لكم للصغير ثلاثة، وكل واحد والثمن ديالو على حسب لاطاي والحجم ديالو. ها هو غيبان لكم الفرق ما بينه وبين بين هذا اللي هزه في يدي، وهذاك اللي حداه هذاك راه هذا تيبان نواغ، والاخر تيبان اينوكس العادي. كاين هاد ديال القهوة اللي تيطيبو فيهم القهوة صراحة زوينين تا هما من لا ماركتاتش، وتقالين وصحاحين. كاينين هادو ديال الحليب حتى هما فيهم احجام. كاينين هادوك البريدات تا هما عجبوني بزاف، هادو زوينين تا هما، الثمن ديالهم 90 درهم. كاين هذاك الكبير ديال 100 درهم. صراحه كاين واحد التشكيله كبيره. كاينين هادو ديال القهوه اللي كيطيبوا فيهم القهوه، حتى هما راه تيجيو هكا بالعلاقه، تيكونوا ثلاثه لعشاق القهوه والمحبين ديال القهوه، راه الصراحه زوينين. كاينه هاد البونبونيير حتى هي عجباتني بزاف، وعندها اليد ديال البلاستيك، الثمن ديالها 85 درهم. صراحة ساكا جابت هكا بريدات اللي كيحمقوا صراحة، وبأشكال اللي مختلفة صراحة كيحيروا. بحال هادو حتى هما اللي كيوت غزالين، الثمن ديالهم 120 درهم، فيهم الصغير والكبير والمتوسط. كاين هاد البلاطو هذا اللي معاه هاد جوج ليفات هكا الكريستال، وكاين هذاك التبصيل، هادو كيمشيو ماشي اونصومبل ولكن تقدري تاخديهم بجوج لان كل واحد والثمن ديالو. وكاينين هاد لي بلا هادو اللي بهاد الشيبور هكا بالخشب، الصراحه الثمن ديالهم زوين، وحتى الشكل ديالهم اللي غزال حمقني كتر. كاينين هاد المقيلات، صراحه هاد الشيء صراحه غزال وكيحمق عند ساقا. كاين ايضا هاد البلا هذا اللي على شكل صابا، صراحه زوين هكا في المملحات. كاين هاد البلا حتى هو اللي فيه جوج، صراحه زوين الشكل ديالو زوين. كاين هاد الفراقه هادي ديال لي صوص حتى هي زوينه، الثمن ديالها 89 درهم. وكاينين هاد الطبيسلات هادو اللي زوينين، الشكل ديالهم غزال وفيهم احجام مختلفه من الكبير للصغير، وصراحه زوينين كيحمقوني انايا. وكاينين هاد لي غامكان هادو او هاد لي مول هادو اللي صراحه المنظر ديالهم غزال، فيهم لي كاري فيهم لي ريكتونغولير صراحه، وحتى الالوان ديالهم راقين، وعندهم هادوك الودينات في الدوري صراحه زوينين، الثمن ديالهم 89 درهم. كاينين هاد الفراقات هادو ديال الحلويات او لا بزاف ديال الحوايج تحطو فيهم او لا مملحات باشكال واحجام مختلفه. صراحة ساقا معروف عليها دائما الجديد والجديد كيف ما قلت لكم. اللي عجبني بزاف هما هاد عرفتش شنو غادي نسميها، مقيلة او لا هكا فيها بزاف ديال مقسمة لثلاثة ديال الاجزاء، الثمن ديالها 135 درهم، عندها اليديدة ديال الخشب. وكاين واحد التنوع كبير في هاد لي مول هادو الصغار، صراحه زوينين كيحمقوا، بحال هكا ديروا فيهم دي غراتان فرديين ولا هكا، راه بزاف عندهم بزاف ديال الاستعمالات، خصوصا هاد اللون الاحمر حمقني حمقني صراحه، والثمن ديالهم 39 درهم. كاينين هادو حتى هما لي دايرين وفيهم حتى هما الوان مختلفه. بالنسبه للطباسل كاين واحد التشكيله كبيره كبيره كبيره، خصوصا في هاد الطباسل اللي في اللون الابيض وباشكال واحجام متنوعه، وحتى الاثمنه مناسبه في حال هذا، الثمن ديالو 15 درهم. وكاين بزاف صراحه والله الا كندوخ انا تما صراحه والله العظيم. مهم، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا باللايك، وتخليو ليا شي تعليق او لا انتقاد ماشي مشكل، المهم هكا التعليق غادي يفرحني والانتقاد غادي يحفزني وغادي يخليني انني نصلح الاخطاء اللي عندي في القناة، لانني دائما كنبغي نرضيكم ودائما كنبغي نجيب لكم دائما كل ما هو جديد. فاعطوني واحد الدفعه هكا باش نبقى دائما مستمره معاكم. كاينين ايضا هاد الطبيسلات هادو زوينين حمقوني، فيهم هاد لابوند هكا في الدوغي دايره بهم، الثمن بحال هذا اللي غارق، الثمن ديالو 115 درهم، هو الصراحه الثمن ديالهم شويه طالع،
ولكن بارابور الشكل ديالهم راه الصراحه كيحمقوا فيهم بزاف ديال الاشكال والاحجام، وحتى الديزاين مختلف كل واحد والديزاين ديالو. كاينه هاد الفراقه حتى هي هاد الغطا ديالها بلاستيك وفيها هادوك لي غامكان هكا ديال البديع او البورسولا، وفيهم بلاطو لتحت. صراحه زوينه والتشكل ديالهم غزال وراقي. الثمن ديالها 115 درهم. وكاينه هاد البلا هذا اللي فيه ثلاثه ديال الطباسل، الثمن ديالهم 160 درهم، وعندهم سيبور في الدوغي. كاينه هذه حتى هي اللي جايه وحده فوق وحده، حتى هي زوينه كتحمق، والثمن ديالها حتى هي 160 درهم. كاينه هاد الفراقه هذه حتى هي فيها هاد كويسات ديال الزاج. وكاين هاد السيرفيس ديال القهوه اللي كيتكون من البريق وربعه ديال الفناجل وربعه ديال الطباسلات ديالهم، الثمن ديالو 489 درهم. كيف ما قلت لكم الطباسل راه كاينين بزاف باشكال مختلفه واحجام مختلفه. نتمنى الجوله ديال اليوم في ساكا تكون نالت اعجاب ديالكم. انتظروا الجزء الثاني من هذه الجوله في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. كنرحب بالاقتراحات ديالكم والتساؤلات ديالكم اللي دائما كنجاوب عليها. شكرا لتتبع